رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقرتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لفقره السوشيال ميديا اللي دايما بنتابع فيها اهم واخر اللي نشروا نجوم الكوره سواء محليا او عالميا على صفحاتهم الرسميه. وهنبتدي معاكم بسليف كوليبالي مدافع النادي الاهلي، واللي كتب على صفحته على الانستغرام: نعتذر للجماهير عن هزيمه الامس، والقادم افضل بدعمكم. كمان نشرت صفحة نادي ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي على تويتر صورة لأحمد حجازي، وكتبت: حظ سعيد أحمد حجازي ضمن قائمة الفراعنة لمباراتي سوازيلاند في تصفيات أمم أفريقيا. عالميا بقى نروح لفوز باريس سان جيرمان 5-0 امبارح على أولمبيك ليون في الدوري الفرنسي. نشرت الصفحة الرسمية للفيفا على تويتر صورة للفريق وكتبت: لأول مرة في تاريخ الدوري الفرنسي فريق يفوز بجميع مبارياته التسعة الأولى من نفس الموسم. كمان نشرت صفحة باريس سان جيرمان على الفيسبوك صورة للفريق وكتبت: رقم تاريخي بعد مباراة بطولية. أما كيليان مبابي نجم فريق سان جيرمان اللي أحرز 4 أهداف امبارح، فنشر صورة على الانستغرام وكتب: أداء رائع من عائلة باريس سان جيرمان. ومن باريس سان جيرمان نروح للندن وفوز الأرسنال امبارح فوز كبير طبعا على فولهام 5-1. وناي أمري المدير الفني للجانرز نشر صورة على تويتر للفريق وكتب: احنا الأرسنال، شكرا لكم جميعا على دعمكم مرة تانية، دايما للأمام مع بعض. نشر كمان أدن هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي صورة على الانستغرام بعد فوزه على ساوثهامبتون ب3 أهداف نظيفة، أحرز هازارد الهدف الأول منها وكتب: شكرا على الاسيست روس باركلي، احسنتم يا اولاد 3 نقط جديده. كمان فينالدوم لاعب ليفربول الانجليزي كتب على تويتر: بعد التعادل السلبي مع المان سيتي كانت مباراه صعبه ضد منافس قوي، لكن مجهود الفريق كان جيد كالعاده، شكرا على دعمكم. كمان احتفلت صفحة ليفربول على تويتر بذكرى تولي يورجن كلوب مهمة تدريب الفريق ونشرت صورة لكلوب وكتبت: زي النهارده في 2015 تم تعيين يورجن كلوب مدرب للفريق. وبقى في إيطاليا نشر أنشيلوتي مدرب نابولي الإيطالي صورة على تويتر من ماتش امبارح مع ساسولو واللي فاز فيه نابولي 2-0 وكتب: نهاية رائعة لأسبوع أظهر فيه الفريق نتيجة العمل الجاد والعزيمة، الآن نتوقف لبضعة أيام حتى نعود أقوى. كمان نشر أندري إنيستا نجم برشلونة السابق وفازل كابي الياباني الحالي صورة مع عيلته على تويتر وكتب: اليوم مع العيلة في حديقة المانيونز في اليابان. كمان صفحة دوري أبطال أوروبا فنشرت فيديو للنجم الإنجليزي جون تيري واللي أعلن اعتزاله كرة القدم وكتب: 22 عام لاعب في تشيلسي، 15 بطولة كبرى للبلوز، رقم قياسي للفريق بإحراز مدافع 67 هدف. تعالوا نروح نشوف الفيديو ده. مشاهدينا معانا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نستقبل ضيفنا النهارده الاستاذ محمد السيد الناقد الرياضي في جريده الاخبار.